وثيقة الشرف التي وقعت عليها أكثر من 12 فصيل سياسي سميت بوثيقة الحكمة، لأنه الاجتماع دار في مقر الحكمة. لا ندري هل المقترح كان من الحكمة، اقترح على الحكمة. هذه الوثيقة أرادت أن تنهي الجدل الدائر بين إقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي، وهو المطلب الذي طالب به وما زال يطالب به الثوار والمنتفضون في ساحات الاعتصام، وبين الإبقاء على حكومته، وهو المطلب التي تحاول أن تبحث به القوى السياسية، لأن هنالك من يعتقد أن إقالة أو انهيار حكومة السيد عادل عبد المهدي ستكون المقدمات في انهيار العملية السياسية بكاملها. بعد أن ظهرت الوثيقة أو ما تسمى بوثيقة الشرف، وإحنا الولد وقعنا على وثائق شرف أكثر مما نتصور، ولكن ولا وثيقة من هذه الوثائق وجدت نفسها على الأرض أو استطاعت أن تحقق شيئاً. ولا أدري أن القوى السياسية هل كانت تدرك تماماً أن مثل هذه الأساليب في أزمة خطيرة من هذا النوع، هل ستناغم المتظاهرين؟ هل ستحظى بقبولهم؟ وبعدين هنالك أسئلة تطرح، لماذا الإصرار على أساليب كانت مستنسخة من أزمنة سابقة لم تأتي بأفلها أو لم تكن مداخلا حقيقية للحل؟ هل القوى السياسية مرتبكة إلى هذا الحد الذي لا تستطيع أن تخرج عن الأطر والسياقات القديمة؟ ومع هذا ظهرت هذه وثيقة الشرف التي وقعت عليها هذه القوى، وفي أول ردة فعل أحرقها المتظاهرون في ساحات التحرير في رسالة علنية وضمنية أنه هذا ليس هو المطلب الحقيقي الذين يذهبون إليه أو يطالبون به. بمعنى، هل القوى السياسية أغفلت حقيقة المطالب أم أنها كانت تقرأ حقيقة، أو لماذا تعاملت مع جزء من هذه المطالب وأهملت جزء آخر؟